مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بالخير والبركه، وارحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب في هذا المهرجان جائزه زايد الكبرى لسباقات الهجن العربيه الاصيله، ومع انطلاقه شوطنا السابع الذي يحمل في كشوفاته الجئدان المحليات الاصايل من مسافه 8 كيلومترات هي مسافه هذا الشوط. نتابع مباشره المركز الاول ومقدمه هذا الشوط مع مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المحترف جمعة بن عتيق الرميثي من يتواجد مع المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. ننتقل مباشرة مع المركز الثاني مع مثير القادم من هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا مثير على ثاني التحديات، بينما المركز الثالث يصل إلى مياس أيضا من هجن الرئاسة مع المضمر حمد بن أحمد بن ماجد الخيلي من يقدم لنا مياس على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم الآن وينطلق صغان لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي يتواجد فايز بن غفان الجابري في عملية التضمير، والمتابعة أبو حمد من يتابع صوغان على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم شاهين، ومرحبا بك يا شاهين من هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم هذا الاسم على مستوى خامس التحديات، خمسة أسماء مميزة، خمسة شعارات عملاقة، لكن من القادم مع المركز السادس؟ هنالك صوغان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن نايفة الهاجري من يقدم لنا صوغان على المركز السادس. المركز السابع مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هملول يتواجد الان لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري يواصل التحديات على مستوى المركز السابع، لكن من تسلل من الجانب الايمن بديع هنالك يتواجد لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي الغيلاني من يقوده في عملية التضمير، والمتابعة المركز الثامن. المركز التاسع، المركز التاسع وصل شاهين، انطلق شاهين لسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل عبد الرحمن الثاني سعيد بن محمد بن طفلة المري من يقدم لنا شاهين على المركز التاسع. المركز العاشر ختام هذه الجولة، هنالك شاهين لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم وأحمد بن علي العويسي من يتواجد في عملية التضمير والمتابعة. هذه النتيجة وندان الأول لمسيرة هذا الشوط وللعشرة المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول وهنالك الأسماء المنطلقة. لا زال مريع على المركز الأول، مريع هو المنطلق، مريع هو سيد الموقف حتى هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المحترف جمعة بن عتيق الرميثي، لكن من القادم هنا؟ صوغان بدأ يصل الآن، بدأ يحلق في سماء الوكبة مع راعي صيحة من يقدم هذا الاسم الكبير على المركز الثاني. يا سلام لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان الجابري احد الزملاء في التعليق من يتقدم الان في عمليه التضمير، والمتابعه نتمنى له التوفيق وامنياتنا دائما وابدا ترافق الجميع. يا سلام المركز الثالث، وصل شعار غالي على قلوبنا، شعار هجن الرئاسه يتقدم الان مع المركز الثالث. مياس المنطلق ام مثير هنا من هجن الرئاسه الظافر علي بن جميل الوهيبي احد المضمرين الكبار من يتقدم هنا على المركز الثالث. المركز الرابع وصل مثير، ومرحبا بك يا مثير. أم مياس هنا يتقدم على المركز الرابع، مياس من هجن الرئاسة حمد بن أحمد بن ماجد الخيلي يتقدم الآن ابن الفيلسوف في عملية التضمير والمتابعة. المركز الخامس يتقدم شاهين من هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل في عالم التضمير على المركز الخامس. الخمسة الأسماء الأولى، الخمسة المراكز المنطلقة في مسار هذا الشوط بدأت تبتعد ابتعاد كلي عن المراكز القادمة، لكن نتابع المركز السادس وحتى المركز العاشر لنترقب الأسماء القادمة والمنطلقة. هنالك صوغان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن نايفة الهاجري من يقدم لنا صوغان على المركز السادس.
المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام، هنالك شاهين لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم احمد بن علي ال عويسي في عمليه التضمير والمتابعه، ولكن هنالك بديع القادم لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد ال نهيان وناجم بن علي الغيلاني من يصل مع المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما المركز التاسع هنا ينطلق ويتواجد شاهين لسعادة الشيخ علي بن عبد الله ال عبد الرحمن الثاني سعيد بن محمد بن طفلة المري يتقدم في عملية التضمير والمتابعة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء وندانا الثاني لمسيرة هذا الشوط، لكن نعود مع المقدمة، نعود مع الإبداع ومع الانطلاق المميز على مقدمة هذا الشوط. الأسماء هنالك، المنطلقة لا زال مريع، لا زال مريع مع الصدارة، مع المركز الأول، مع الاندفاع الأول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي على مقدمة هذا الشوط، لكن شعار هجن الرئاسة ينطلق الآن. يتواجد الظافر علي بن جميل الوهيبي من يحتل المركز الثاني ويقدم لنا مثير على المركز الثاني من هجن الرئاسة. المركز الثالث صوغان لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفار الجابري يتقدم الآن، ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل هنا مياس من هجن الرئاسة وحمد بن أحمد بن ماجد الأخيلي على المركز الرابع. المركز الخامس شاهين من هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري مع المركز الخامس. أكتفي بالخمسة الأسماء الأولى، الخمسة المراكز المنطلقة في مسار هذا الشوط. أعود مع المركز الأول، أعود مع التغيرات التي طرت وجرت على المقدمة. يا سلام يا سلام، التحدي على مقدمة الشوط ما بين مثير وما بين مريع ومثير على المركز الأول على مقدمة الشوط، لكن مريع من الجانب الأيمن. مريع لا زال منطلق مع المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، لا زال هو المنطلق مع المركز الأول، ولكن مثير وحذاري من مثير من هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا مثير في هذه اللحظات. يتسلل إلى مقدمة الشوط، بدأ ينطلق الظافر مع هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني هنالك مريع من الجانب الأيمن ينطلق إلى مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المحترف جمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثالث بدأ يصل شعار هجن الرئاسة مع المركز الثالث مع انطلاق مياس وحمد بن أحمد بن ماجد الخيالي من يقول في عملية التضمير والمتابعة. المركز الرابع وصل شاهين من هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم الآن مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد صوغان لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غفان الجابري في عملية التضمير والمتابعة مع المركز الخامس. نعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، مثير بدأ يثير الفتنة مع مقدمة الشوط، بدأ يثير التحديات على المركز الأول، ولكن مريع عاد من جديد، عاد إلى مقدمة الشوط. التحديات هنا، القمة هنا، الإبداع هنا. وصل المستحيل، يتقدم المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على المركز الثالث مع هذا الاسم الكبير، مع شاهين السلالة الشاهينية الغنية عن التعريف، كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن الناموس، ما تبقى عن خط النهاية. المركز الرابع مياس من هجن الرئاسة حمد بن أحمد بن ماجد الخيلي مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك صوغان لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان الجابري في عملية التضمير والمتابعة، ولكن مقدمة الشوط يا سلام يا سلام لا زال مريع مع المركز الأول، مريع مع مقدمة الشوط، ولكن مثير من هجن الرئاسة. يا سلام، أثير ينطلق الآن، أثير على المركز الثاني، أثير من هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا أثير على المركز الثاني. المركز الثالث يصل شاهين من هجن الرئاسة وراشد بن محمد بسم المنصوري بدأ يطلق العنان، بدأ يطلق التحديات على المركز الثالث، ولكن أثير
أثير على مقدمة الشوط، أثير على المركز الأول، ومريع من الجانب الأيمن، وشاهين أيضا هنا في قمة التحديات، ولكن أثير من هجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيبي ظافرا مع هذا الانطلاق، ولكن المستحيل الله أثير وشاهين، شاهين وأثير ومريع من الجانب الأيمن، ولكن أثير سيد الموقف سيد الانطلاق مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، شعار هجن الرياسة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني مريع يشكل الخطر مع ثاني التحديات، ينطلق مريع لسمو الشيخ زايد الحمدان بن زايد الهيان جمعة بن عتيق الرميثي المحترف مع المركز الثاني. المركز الثالث شاهين من هجن الرياسة وراشد بن محمد بسم المنصوري. الجولة الأخيرة جولة التحديات جولة الناموس، أثير ومريع، مريع وأثير، أثير ومريع، اللحظات الأخيرة لحظات الفوز والانتصار. وصلنا منطقة الثيل، أثير مع المركز الأول، أثير مع الناموس، يا سلام يا سلام، ومريع يشكل الخطر من الجانب الأيمن. اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، مريع وأثير، أثير ومريع، الناموس مع هجن الرياسة، تهانينا تهانينا، والناموس لهجن الرياسة على فوز أثير بالمركز الأول، والتهاني والناموس للمضمر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع المحترف جمعة بن عتيق الرميثي. المركز الثالث وصل شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الرابع مياس من هجن الرياسة حمد بن أحمد بن ماجد الأخيلي. وخامس المراكز بديع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني من وصل مع المركز الخامس. إذن هكذا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللظافر علي بن جميل الوهيبي على فوز أثير بالمركز الأول كما تشاهدون هنا على شاشة أبو ظبي الرياضية. لحظات الإعادة وملخص الشوط السابق هنا لحظات انطلاقه في الكيلو الأخير. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة قطع مسافة 8 كيلومترات. هنا التوقيت الزمن 12 دقيقة 53 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، وتوقيت أثير من هجن الرئاسة. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني من وصل مع ثاني المراكز مريع. التوقيت الزمن 12 دقيقة 53 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمحترف جمعة بن عتيق الرميثي من وصل مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل شاهين بتوقيت زمني 12 دقيقة 55 ثانية، 7 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري.